قالوا لي ان تلعبين في العاب الاولاد وان كانوا اهلك يجيبوا لك العاب بنات ترفضيهم وما تحبين تلعبين في العاب البنات، ليش؟ خبريني سالفه العاب الاولاد. لاني كنت احب اغامر والعب في الفريق يعني مع الاهل والاصدقاء، زين، فليش كنت افضل هالالعاب هاي؟ بس كانوا يدورون عليك بعد اهلك، يعني انت اذا طلعتي برا البيت لازم يعني يدورون عليك ساعه ساعتين ثلاثه، وين مريم وين مريم وين مريم؟ أنا من أول ما أقوم أطلع من البيت على طول أروح الفريق وأروح بيت بيت، طبعاً عندي ذكريات عند كل حد، كل عند الجيران، ودائماً أهلي يدوروا علي بيت بيت. شو الألعاب اللي كنت تلعبينها مريم؟ كنت ألعب دراجة، كنت ألعب كورة وياهم في الفريق، هاي الألعاب اللي كنت ألعبها دائماً. في عصفورة خبرتني مريم إن بعد ما شافوش أهلك إن تلعبين بألعاب الأولاد والألعاب القوية يعني أوكي وفيها تحدي ومغامرات، يا بولش دراجة بانشي صغير. خبرينا عن سالفة البانشي هذا. هاي كانت أمنية حياتي إني أنا أحصل بانشي، وأبوي هداني ليها، يعني صدمني يوم جابها حقي. من أول ما استلمتها على طول رحت فيها في الفريق، كل يوم أسوي لهم إزعاج وحشرة، كانوا أهلي يعني أوقات معارضين عن هالموضوع، لكن أنا استمريت تميت ألعب فيها. من أصدقاء الطفولة، ندخل على أصدقاء الطفولة، منو الصديق المقرب كان لك أنت في أيام الطفولة؟ مع منو كنت تلعبين؟ ما شاء الله أصدقائي كانوا وايدين أيام الطفولة. في كل مرحلة عندي حد، كان كنت وايد اجتماعية يعني مع كل حد. منو اللي كان دائما رفيق درب مريم في أيام الطفولة؟ بنت خالتي كانت وياي، كانت دائما وياي، كنت أنا وياهم ونطلع ونلعب، فهي الأقرب كانت. وشو أفضل لعبة كنت تلعبينها دائما في هذيك الأيام؟ في البداية كنت أول ما انضميت للروضة كنت ألعب جمباز، فاستمريت، وعقب يوم ابتدائي لعبت لعبة ثانية اللي هي الجري، وبعديها استمريت ولعبت ألعاب قوة وقلة ورمي. ما شاء الله عندك نشاطات كثير مريم. إذا خبريني عن تجمعات البنات بعد ما يعني في مرحلة من المراحل يتجمعون البنات في بيت من البيوت، شو كانت الأحلام، شو كانت الطموحات أيامها؟ كانت طموحاتنا وايد كبيرة، كل حد له أمنية يعني خاصة حقه، كانت خارج يعني الواحد. أنا كانت أمنيتي إني أستوي طيارة. زين، ندخل على البيت ونتعرف على أسرتك. أجواء الأسرة، أجواء مريم سالم في الأسرة كيف تعيشها؟ أخوي سعود أقرب واحد لي، لأنه هو من بعدي، يمكن صغيرة هو انولد من بعدي، فأنا كنت وايد وياه وللحين وياه، هو يعني تقريبا نفسي، نفس تصرفاتي نفس حركاتي، والباقيين بعد وياهم، بس الأكثر هو سعود. وعندي أختي الصغيرة اللي هي 11 سنة، بعد بدأت تلعب رياضة نفسي، ويقولون إنها تشبهني. يعني أخوانك تأثروا فيش مريم؟ يعني تطبعوا أطباعهم في أطباعك؟ أيوة، خاصة خواتي البنات، من أول ما قمت ألعب الرياضة فهم حاولوا أنهم ينضموا للرياضة ويلعبوا، وتقريباً أطباعهم نفس أطباعي، وخاصة لول وأختي. شو الكلام اللي تتكلمينه مع أخوانك؟ شو النصائح اللي تعطينا لأخوانك وخواتك مثلاً؟ شو اللي تبغينا تشوفينا في أخوانك؟ أول شيء أهم شيء الدراسة بالنسبة لي حقهم، أنهم يتخرجوا بنتائج حلوة ويشدوا حيلهم في المدرسة، أنها أهم شيء، وبعديها أنهم يشوفوا شو اللي يبوا. من هم ربيعاتك في المدرسة وشو كنت تسوي؟ طبعاً أنا وايد كنت أحب المدرسة، كنت كل يوم أحب أروح، أبداً ما أحب أفوت المدرسة، وكانوا صديقاتي وايد 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 يعني نفسي، للحين هم وياي مستمرين، نتذكر هالذكريات الحلوة مع المدرسين والمدرسات، وكانت أيام حلوة. شو الألعاب اللي تلعبينها في المدرسة معاهم؟ لعبت الجري وشاركت في كرة القدم والسباحة والقلة وألعاب القوة اللي في المدرسة، كل مرحلة كنت مثل ما قلت لكم ألعب شيء في الرياضيات.